طبعا كالعادة فشل إداري، فشل كروي، فشل رياضي، بدكم يا سموه سموه. أول مرة منتخب ما بيعذب الجماهير السورية أو المحللين أو الرياضيين بالحسابات بالورقة والقلم، حيخسر فلان، حيتأهل فلان، لازم فلان يربح لحتى نتعادل لحتى نفوز وإلى آخره. فهذا المنتخب الأولمبي مشي على خطى الرجال والشباب و و و و ما عذبنا، خسارة مع فلسطين، خسارة مع إيران، وأيضا مارك فوتا بتوقع أنه بيحمل السي في تبعه، بيحمل شنتايته والله معه لأنه حاجته بقى. فشل إلى فشل، ما شفنا أي شيء. إذا عطوه فرصة اتحاد الكرة فبتوقع انه نهاية اتحاد الكرة ستكون قبل نهاية مارك فوتا بشكل كثير كبير، لانه مدرب فشل بمنتخبين مختلفين او مقاربين الاعمار، وصار له فترة عم يشتغل على هذا الموضوع، وايضا مدير فني لاتحاد الكرة هو نفسه، فهي جريمة وهي كارثة كبيرة بحق الرياضة او الكرة السورية. اليوم نحن حزينين جدا على هذا الموضوع، مضايقين جدا على هي القصة. منتخب يعني نتمنى، وكنا نتمنى ان يكون منتخب الامل، ولكن للأسف منتخب ولد ميت، ولكن للأسف منتخب ولد ميت، ومدرب معتوه نهائيا، فما بتزبط معه انه يرجع بيعيش او بده انعاش او اي 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 علاج اخر. يعني نحن كنا نتمنى انه يكون منتخب الامل، ولكن للاسف يعني قلنا لكم لا في امل ولا في اي شيء ثاني. فمنتخب الفشل، مدرب الفشل، اختيار للمدرب اختيار فاشل. بتمنى اتحاد الكره ما بيختاروا على السي في بس، يختاروا على الخبره، بيختاروا على المدرب اللي نحن عم نخسر نفس الموال بجي بحكي فيه، عم نخسر من فرع نخسر منها بيجيبوا لنا مدرب منها. الدول المجاوره المحيطه فينا هي ممكن نحن بتفيدنا، بتفهم على اللاعب السوري، حاجتنا نكب مصاري مجمده على مدربين مجمدين متلجين ما عندهم اي شيء اي فهم. هدول المدربين لو لقوا شغل ببلادهم او ببلاد اخرى ما اجوا يشتغلوا عنا، باقل الاسعار على فكره عم يشتغلوا عنا طبعا. للاسف للاسف للاسف. معكم احمد الدلي ومحمد احمد الدلي. اليوم ايران وسوريا بدهم يلعبوا كوره مع بعض، ايران الاحمر وسوريا الابيض، صفر سوريا وايران اثنين. شو نعمل بقى؟ سوريا بلدتي. راح يربحوا سوريا ولا شو وضعهم؟ راح يربحوا سوريا ولا شو وضعهم؟ بابا بيلعبوا بكاس؟ لا هي لسه بطولة، لسه اذا ربحوا بدهم مباراة ثانية ممكن يربحوا ثانية لياخذوا الكاس. وكمان سوريا اخذت بلدتي. ليش ما بنعرف نلعب نحن؟ ليش طلع لعبنا سوريا؟ سوريا كان احمر لانه وقع ايران صح؟ اوكي. سجل مين انت؟ انا بسجل اكيد سوريا حبيبي، بلدي 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 سوريا بلدك. لازم يربح، لازم يفرحونا، لازم يجيبوا لنا جول صح؟ ايه. لاعب سوري عم صيف هيجيب جول. شو هذا؟ شو هذا؟ ما بيقدر يجيب جول على طول، بس شو قلت كده؟ ايوه مو عرفان يجيب جول صح؟ ايه مو عرفان يجيب جول، بس يشوط هيك بلنتي ويعطي وعوضه. ايش هذا؟ يطلعها برا الجول. والله فهمت ما شاء الله عليك. اعمل لهم هي تبع خلطنا. هاي السعودية وهي الله أكبر سوريا كمان. هاي مصر وهي مصر كمان. هاي لكل خبر مصدر ومصدر أخباري 963 سبورت، تلك المنصة التي يديرها أبطال محترفون وعلى رأسهم أحمد الدلي، ذلك الشاب الذي يتنفس كرة القدم بامتياز. فتابعوهم لأنهم الأجمل الأروع الأمتع الأنسب. وشكرا من أجواف الصدور وأعماق القلوب. وبالمحبة نوحدها، ما في أغلى من البلد، بالعلم منورها. لعيونك شو ما بديك من هالعين ومن هالعين، اسمك عاكل البلدان انت.